الإخوة كاريه والأخوات سوريلي الأعزاء، مساء بونجورنو. الخير. يقدم الإنجيلو دي مقطع كويستا إنجيل دومينيكا يوم الأحد بريزنتا لا فيغورا شخصية وعمل لوبرا يوحنا المعمدان، فهو قد دل معاصريه على مسيرة إيمان تشبه المسيرة التي يقترحها علينا زمن المجيء، أن نستعد لاستقبال الرب في عيد الميلاد. إن هذه المسيرة الإيمانية هي مسيرة توبة، ماذا تعني كلمة توبة؟ في الكتاب المقدس تعني أولاً وقبل كل شيء تغيير الاتجاه والتوجه، وبالتالي أيضاً تغيير طريقة التفكير. في الحياة الأخلاقية والروحية تعني التوبة التحول من الشر إلى الخير، ومن الخطيئة إلى محبة الله. وهذا ما كان يعلمه يوحنا المعمدان الذي كرز في برية اليهودية بمعمودية التوبة لمغفرة الخطايا. كان قبول المعمودية علامة خارجية ومرئية على توبة أولئك الذين استمعوا لوعظه وقرروا أن يتوبوا. كانت تلك المعمودية بالتغطيس في نهر الأردن بالماء، لكنها كانت دون جدوى، كانت مجرد علامة، ولكنها كانت دون جدوى ما لم يكن هناك استعداد للتوبة ولتغيير حياة الشخص. تتضمن التوبة الألم بسبب الخطايا المرتكبة، الرغبة في التحرر منها، ونية استبعادها إلى الأبد من حياتنا. لكي نستبعد الخطيئة، من الضروري أيضاً أن نرفض كل ما يرتبط بالخطيئة، الأمور التي تتعلق بالخطيئة والتي يجب أن نرفضها، العقلية الدنيوية، الإفراط في تقدير وسائل الراحة، والإفراط في تقدير الملذات، الرفاهية والغنى. إنجيل اليوم هو الذي يعطينا مرة أخرى مثالاً لهذا التجرد في شخصية يوحنا المعمدان، فهو رجل صارم يتخلى عما ليس بضروري ويسعى إلى ما هو أساسي. هذا هو الجانب الأول من التوبة، الانفصال عن الخطيئة والعقلية الدنيوية، البدء في مسيرة الانفصال، الابتعاد عن هذه الأشياء. والجانب الآخر من التوبة هو هدف المسيرة، أي البحث عن الله وملكوته، الابتعاد عن الأمور الدنيوية وطلب الله وملكوته. فالتخلي عن وسائل الراحة والعقلية الدنيوية ليس غاية في حد ذاته، ليس زهداً من أجل التوبة فقط. فالمسيحي ليس فقيراً، إنه شيء آخر. إن التجرد ليس غاية في حد ذاته، ولكنه وسيلة لتحقيق شيء أعظم، ألا وهو ملكوت الله، الشركة مع الله، والصداقة مع الله. لكن هذا ليس بالأمر السهل، لأن هناك العديد من الروابط التي تقربنا من الخطيئة. الأمر ليس سهلاً، التجربة تجذبنا إلى الأسفل، كذلك الأمر مع الروابط التي تجعلنا قريبين من الخطيئة، عدم الثبات، الإحباط، الحقد، الأوساط الضارة، والأمثلة السيئة. أحياناً يكون الاندفاع الذي نشعر به تجاه الرب ضعيفاً جداً، ويبدو الله صامتاً، تبدو وعوده لنا بالتعزية بعيدة وغير واقعية، مثل صورة الراعي المحب واليقظ والتي يتردد صداها اليوم في قراءة أشعياء. ولذا فإن الشخص يميل إلى القول إنه من المستحيل أن تتوب حقاً. كم مرة سمعنا هذا الإحباط؟
لا، لا يمكنني فعل ذلك ما أن أبدأ حتى أتراجع، وهذا أمر سيء. لكن هذا ممكن، إنه ممكن. عندما تراودك هذه الأفكار المحبطة لا تقف مكتوف الأيدي، لأن هذا يشبه الرمال المتحركة، الرمال المتحركة الحياة رديئة. ماذا يمكننا أن نفعل في هذه الحالات عندما نريد أن نمضي قدماً ولكننا نشعر أنه لا نستطيع فعل ذلك؟ أن نذكر أنفسنا أولاً بأن التوبة هي نعمة. لا يمكن لأحد أن يتوب بقوته الخاصة، بل إنها نعمة يمنحها الرب. لذا علينا أن نطلبها من الله بقوة، نطلب من الله أن يغيرنا إلى الدرجة التي ننفتح فيها على جمال الله وصلاحه وحنانه. فكروا في حنان الله. الله ليس أبا سيئا أو قاسي، لا، إنه حنون يحبنا كثيرا مثل الراعي الصالح الذي يبحث عن آخر خروف ضال من قطيعه. إنها محبة والتوبة هي نعمة من الله. قم وابدأ في السير، لأنه هو الذي يدفعك إلى السير، وسترى كيف إنه يأتي. صل، سر، وستتقدم دائماً خطوة إلى الأمام. تساعدنا مريم الكلية القداسة التي سنحتفل بعد غد بعيد الحبل بلا دنس، حتى نبتعد أكثر فأكثر عن الخطيئة والعقلية الدنيوية، لننفتح على الله، كلمته ومحبته التي تجدد وتخلص. Angelus Domini, nunc avis Maria. Per concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. E verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Gratiam tu, anque sumo Domine, mentibus nostris infunde, ut che angelo annunciante Christi fili tui incarnazione in cognovim per passione meius et crucem a resurrezione gloriam perducamur per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeterna dona ei Domine. Et lux perpetua lucet ad eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، أحيي من صميم قلبي جميع الحاضرين هنا رغم هذا الطقس السيء. أنتم شجعان، شعب روما والحجاج وجميع الذين يتابعوننا من خلال وسائل الإعلام.
كما ترون تم وضع شجرة الميلاد في الساحة ويتم تجهيز مشهد المغارة في العديد من المنازل أيضا في هذه الأيام. يتم التحضير لهاتين العلامتين لعيد الميلاد من أجل إسعاد الأطفال والكبار أيضا. إنها بوادر رجاء خاصة في هذا الوقت الصعب. ولكن لن نتوقف عند العلامة بل لننتقل إلى المعنى، أي إلى يسوع، إلى محبة الله التي أظهرها لنا، لننتقل إلى الصلاح اللامتناهي الذي جعله يلمع في العالم. فما من جائحة ولا من أزمة يمكن أن تطفئ هذا النور. دعونا نسمح له بالدخول إلى قلوبنا، ودعونا نمد يد العون لمن هم في أمس الحاجة إليه. بهذه الطريقة يولد الله من جديد فينا وبيننا. أتمنى لكم جميعاً أحداً مباركاً. من فضلكم لا تنسوا أن تصلوا من أجلي. إلى اللقاء. Sono bravi quelli dell'Immacolata.